هنتكلم على الإكزيما التأتبية أو الجلد الجاف التأتبي أو الإكزيما المورثة أو الجلد الجاف المورث. لقيته مرة واحدة في العيلة، لقيته ابنك شكيت إنه جلده جاف، أخته كمان جلدها جاف، أنت بصيت لمراتك كمان لقيت جلدها جاف، الله ده أنا عندي مشكلة. تتحل ازاي؟ تتشخص ازاي؟ امنع تفاقمها ازاي؟ استنانا بقى في الايام اللي جايه دي هتلاقيها بوضوح تشخص، تعالج، تمنع تفاقم المرض.